لدخول التاريخ وجوه كثيرة، وبالنسبة للاعبين فممكن تدخل التاريخ بمسيرة عظيمة أو تصرف رائع، ممكن تدخل بهدف غالي أو بابتكار ترقيصة جديدة. وبخلاف كل دول في جيان مارك بوسمان، من حق كل لاعب فاضل 6 شهور على نهاية عقده مع ناديه التفاوض للانتقال لفريق تاني في الموسم التالي. اللاعب الأوروبي بيتعامل في كافة الدوريات الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم كلاعبين محليين، قانونين متربيين عليهم وعارفينهم من زمان. لكن كان إيه أصولهم؟ جيان مارك بوسمان لاعب بلجيكي بمسيرة عادية متوسطة، أهلته للعب دولياً تحت 21 سنة وتمثيل فريق ستاندرد ليج الكبير في بلجيكا. وبعد الرحيل عن ستاندرد ليج كان الانتقال لفريق ليج البلجيكي، وهناك كانت الحكاية. سنة 90 انتهى تعاقد بوسمان مع ليج، وزي أي لاعب جاله عرض من فريق دونكيرك الفرنسي في الدرجة الثانية. ليج رفض انتقال بوسمان. الله، هو مش عقده خلص؟ أيوه، وقتها كانت قوانين الفيفا بتلزم النادي الشاري بدفع فلوس للفريق الأصلي حتى لو عقد اللاعب مع فريقه انتهى. يعني اللاعب عقده يخلص مع فريقه من حقه ما يجددش، بس لازم عشان يروح فريق تاني يجيب عرض مرضي لفريقه الأصلي. جه جيان بوسمان عقده خلص مع ليج، وجاله عرض من دونكيرك. ليج طلب فلوس ودونكيرك رفض يدفع فلوس في لاعب خلصان عقده. هنا قرر بوسمان يكتب تاريخه الكروي على طريقته، وبسن قوانين جديدة لكرة القدم. راح على محكمة العدل الأوروبية ورفع قضية ضد الفيفا مطالباً بتغيير قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم في انتقالات اللاعبين. بوسمان انتقل من ليج إلى سان كوينتين الفرنسي بالتراضي مع فريقه، واستمرت مسيرته. في الوقت نفسه استمرت قضية بوسمان 5 سنين في القضاء لحد وقت الحكم التاريخي. في 15 ديسمبر 1995 قضت محكمة العدل الأوروبية بالتالي: أولاً، يحق لكل لاعب ينتهي تعاقده مع فريقه التفاوض مع فريق آخر قبل 6 أشهر من نهاية عقده دون العودة لناديه الأصلي. ثانياً، اللاعب الأوروبي يعامل معاملة اللاعب المحلي في كافة الدوريات الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم. ومن هنا اتسمى الحكم بقانون بوسمان. قانون بوسمان مش بس غير الانتقالات في كرة القدم للأبد بفضل جيان مارك بوسمان، لكن كمان غير حياة لاعبي كرة القدم للأبد. وكلاء اللاعبين بقى ليهم دور، لأن مصير اللاعبين ما عادش في إيد أنديتهم. رواتب اللاعبين زادت بشدة. متوسط الأجور مثلاً في الدوري الإنجليزي زاد من 110 ألف جنيه استرليني سنة 1995 ل 2,300,000 استرليني سنة 2015، نتيجة طبيعية طبعاً لوضع كان الأول في إيد طرف واحد هو النادي من الألف للياء، وحالياً بقى مربوط بمواقف طرفين بيلعب فيهم اللاعب ورغبته دور البطولة. الموضوع بقى عرض وطلب، واللي هيدفع أكتر هيتملك. ويمكن كل لاعب كرة حالياً بيجني الملايين هو مدين بالفضل أولاً لجيان مارك بوسمان.